انا دابا في حج فتح و تن غادي نشوف ان شاء الله صحابي كي نشوفهم كي دوزوا نهارهم وبخير على خير. اي بيس واش لا فامي لاباس عليكم؟ الحمد لله اش كتعاودوا؟ مرحبا مرحبا. انا هنايا انا في هذا هو المسجد حج فتح وهذا هاد البلاصه سميتها حج فتح هنايا و تنقول لكم مرحبا مرحبا وزيد عليكم غادي نبارطاجي لكم هادشي اللي تندوز و كي ابقى قاسم كي لاباس عليك الحمد لله. ان شاء الله ها هو هذا حج فتح الاسم ديالو الحج فتح هذا المسجد. انا كنا هو تنقولوا لي حج فتح الاسم ديالو عبد العزيز ابراهيم براهيم باش نزومي لكم تشوفوه. الأذان نقول لكم بعد تنقول لكم ان شاء الله غادي نمشي حتى لقائنا دابا تندير تندير لي فلوغ وتندير اي حاجه فنيه حالو حالو احنا غادي ندوزو الصديق ديالنا واخا الفنان ديالنا الفنان. مرحبا ودي السي الفنان كيداير؟ اهلا وسهلا الحمد لله خويا فؤاد وخويا رشيد هذا هو المحل ديالهم ان شاء الله الا بغيتو تجيو عندو ان شاء الله. ها هو مرحبا. خيط الاسره سالي صافا صافا هادي عثمان سي عثمان هذا الاخ سميتو عثمان هادي ديكاس لعثمان لا بس الحمد لله. وغادي نشوف الاصدقاء مرحبا الجميع و بيس يو يو على فيديو هاد القصاري زوينه ولا بغا يجي شي واحد عند الصديق ديالنا ها هو صالون الوجدي هيكون. وانا جيت نشوف اصدقائنا الاحباء مرحبا بالجميع وانا جيت ندير لي فلوغ عندكم هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سي مشاي. الحمد لله. احنا غادي ندوزو في قناة في يوتيوب. بارك الله فيك. الله سي مشاي. انا الفنان. الحمد لله. احنا ديديكاس سي مشاي. نحن عبدو. مرحبا خالي مرحبا. يا كوبيرايت كوبيرايت نسيت. شير. كوبيرايت. سمحوا لي على الكوبيرايت غادي نقدر بحال والو هذا المونتاج. ها؟ لا تنصور فيه انا. مهدي حسين في اسماعيل. مهدي حسين كيفاش تكتب؟ مهدي اسماعيل حماده. لا لا مهدي حسين. كيفاش تكتب؟ عفوا نحط كيفاش تكتب؟ اجل. اجل. اش؟ اي؟ اس ابلتي. اس او اكزاك اي اكزاك اي ان. اي ان ماشي اي ان ما كاينش مرحبا ان شاء الله نشوفوا صافي ندير من الوقت لا تسالوا كثر. السلام عليكم كيداير اخوتي لاباس عليكم؟ انا معكم معايا خويا سعيد غادي ندوز القناه ديال اليوتيوب ان شاء الله. ديك راس سعيد دهيبي صابر سي صابر مشاهدين ديال السينما دي تعاونوا مع الفنان ديالنا الله يسهل عليه. وحنا نوريكم المحل ديالو ها هو مجاور سفيان الحمد لله انا معكم
انا متجه للصديق ديالي عزيز علينا. ها هو نيت المحل ديال خويا يوسف عند خياط غنقة، خياط العصير ديال الرجال والنساء، اصلاح ورتوش. مرحبا. ان شاء الله ها هو ديديكات ليوسف. هنا موجود معكم هنا وراني دايز ان شاء الله بيس، وغادي نرجع واحد شويه معكم ان شاء الله باذن الله تعالى. وهذه القصه ديال الحاج فتح، هذا الطبق الاول، ما كاينش طبق ثاني، هذا هو المحلات هنا اللي بغا يجيو عند الاصدقاء هنا. وكل شيء كاينين بزاف الناس. وانا معكم. السلام عليكم. نعاودوا، هذا هو الحاج جامع حاج فاتح هنايا. كاين حدا مخبزة مخبز بلادي، وحنا دابا في قيصري عند الاصدقاء هنا. ومرحبا بكم، ودوزنا هذا النهار هنا. هذا ماشي تتيما، تشوفوا اللبسه، اللبسه اللي لابس ماشي اللبسه ديال البارح اللي عطيت، اللي حطيت فيها خريجه في الدريج، خريجه في الجريده تقولوا عليه. هذه اليوم غد ليه باش ان شاء الله تشوفوا الحاج فتح كي داير. واحد شويه غادي نخرج ونشوفوا الناس كيفاش، قداش الناس خارجين في الوقت. مرحبا. انا جيت نخرج هنا شويه نشوفوا الدنيا كيف دايره. مرحبا بالجميع. الدنيا زاهيه شويه، مزيانه. وحنا هذا اسمحوا لي خفت لي يدي. انا جيت ندير لك واحد البلاصه باش ما يديوش لي التليفون. انا معكم. راه تشوفوا الناس دابا عامر هنا. وديت كاس الجميع. الدنيا زاهية و دابا انا معكم. وغادي ندوزو هاتي اصدقاء هنايا نبغى الله، وان شاء الله تنقاد الامور ديالي وانا معكم. كان يا مبغيش تسلم حاجه للجماعه والله.
دي شويه زيت 2400 ني شويه دابا خاويه كتبغي العامره وان شاء الله هيكون تكون هاد الليله زوينه زاهيه وغادي نمشي واحد الزنقه باش مي باش نكمل معكم لي فلوغ انا غادي نرجع لكم لا الله تجوني هاد المحله ديال العصافير هنا وشوف واحد شويه غادي نرجعوا للدار يوك يوك I love you too يو يو السلام عليكم كي داير لاباس عليكم الحمد لله اش كتعاودوا انا معكم ديما غادي نكمل حيت مع البارح جيت عيان وما كملتش الفيديو البارح في الليل كملت اليوم لا غادي ان شاء الله اليوم غادي ندير المونتاج ديالي وان شاء الله مرحبا الف مرحبا وانا معكم ديما في القلب نتوما ان شاء الله نبداو بشي حاجه ان شاء الله هاد النهار الا كنا غادي نبداو شي حاجه ومرحبا بكم وانا موجود وانا في البالكون ديالي ها هو هذا هو البالكون ديالي خاص بيا هو هذا ونكمل الفلوغ ديال صحابي العزاز باش نمشي تعدهم باش ان شاء الله كاينين في حاج فاتح ان شاء الله انا معكم بيس سمحوا لي بزاف وانا معكم نقدر ندير لكم فلوغ نقدر نتغدى ان شاء الله تنشوفكم ان شاء الله من بعد الله يكون معزاز وغادي مرحبا